بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حيث ما التنسيات حواء أبو ولاد دبان عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكدي دبا موضوع أنا هدرة انتهاك لنا والرسول صلى الله عليه وسلم من مدينة دي مكة مضى وحقو دي مدينة استقر، يعني لا بهجي على مؤلف قلنا قرأته وحقها كمان مبطر دي بهجيانا كفوض النبي صلى الله عليه وسلم دي بلنا قلنا بطرته إن شاء الله. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية الشرائع، أمر أو أمر ببقية الشرائع الإسلامي مثل الزكاة والصيام والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. يعني دي مكة صلاة فرض دي بحق عشر سنة دي توحيد درجة أعلى، ثلاث سنة صلاة بدي دي مكة وحقوها لبقية الشرائع دي مدينة فرض ديبو، وتميتة زكاة من قبل دي مدينة فرضت، ولا صوم من قبل دي مدينة فرضة، ولا حج من قبل دي مدينة فرضة، ولا جهاد من قبل دي مدينة فرضة، أسك لأذان دي مدينة فرضة، وكمان لمسألة الدولات ومسألة حزبته ومسألة التوجيه مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنبله من شرايع إسلام اللي كله دي يعني مكة لا تفرداته. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقٍ. يعني 10 سنوات ناس أيان بيننا ديبا دي مدينتنا يعني ناس أيان، وعشر ثلاث سنوات دي مكة إلا 43 سنة قدما رسالة قدما بعثة نبي دي قبي ورسول دي قبي العلاية كلا 63 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حق 10 سنة وفاة. المؤلف أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشرك الذي حذر منه الشرك وجمع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل دي بالله يعني الله سبحانه وتعالى بيلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، رب العالمين رسولنا انت لأكيو ونبينا انت لأكيو، والنبي صلى الله عليه وسلم موتى لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيلا وما محمد رب العالمين تلبيلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم إنك ميت وإنه ميتون. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يميتني هو ميت النبي لبيلا، ومشكلة أبو بكر وفنق عمر لحصلت يمكن دي بسيرة أمورة أبو بكر عمر رضي الله عنه يتي يعني النبي موتى يتي بلبيلا وأبو بكر يعني فقرك بيلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلي وأن محمد يعني إلى آخر الآيات، ومن كان يعبد محمد من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. والنبي صلى الله عليه وسلم إلا لتوحيد بومتعنا ولدين لنا يوتمم ميت لدين لنا يهلاسك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتركنا من الشرك عذرينا من بدا حذرينا ولا طاعته ودي كل الأدام مفروضة لأنه تدي كل الأدام لك. وأكمل الله به الدين لأنه رب العالمين الدين أكمل أبو خلاص حقوه ألبون الدين حقوه ألبون النبي لأنه تخاتم الأنبياء والمرسلين تكما ألبينا بدير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى لبدي سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ميت تلي ودحي قلنا ميت تلي بيني قلنا حجة الابناء احنا المؤمنين احنا المسلمين والذين لنا ينبل بالله اكتملا وبوفاة لنا يو الدين كامل تحقه وحيكم سأل ألبو اللي هي كل الأمر. ودليل كمان الرسول صلى الله عليه وسلم كم قبل شوية ذكركو لأنه لآية إنك ميت وأنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والأمات موتوا من قبل أكيد يوم القيامة يعني يبعثون. الله سبحانه وتعالى قدام حق ميت والأنبياء ولا بشر كل الحوات ميت لقدام حق لبني آدم حق ميت أكيد يوم القيامة قدام بعث متي وقنت ومتي ولتحاسب واللي تربى لبعث ذبله. وكمان دي بقول رب العالمين بوضوح دليل أبينا منها خلقناكم بها الله سبحانه وتعالى ولتخلقينا منها خلقناكم من الأرض يعني وفيها نعيدكم كمان دي بندفن لأنه أبونا آدم من تراب يكوني وحقوه حين دي بجعبل ندفن ومنها نخرجكم تارة أخرى وحد ما هيني من نقن أمتاكمتو من نقن أفغركمتو اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما تأيب بنا قرآن لو حي جبريل جبريل نتكرر دي النبي صلى الله عليه وسلم لما تأيب قرآن بدوح قلنا يعني من جات وبدوح قلنا ما تنققي وبدوح قلنا من قفاي وبدوح قلنا دليلنا خير قبل خير لرأينا والدنيانا وآخرتنا كفاكم سل نرتبه وكفاكم سل ندبره وفاكم سل نتعاون الله سبحانه وتعالى بيانا قلنا والله لبل والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يعني الله سبحانه وتعالى تو يعني أنبتنا تو أنشئنا يعني كما زرع كما حرز كما نبات كما حاجات لنعيش تمدر لتبقل كما بقل رب العالمين تلا أبقلينا ولا أبدحينا وحرمه يعني كما تو تلا أفقرنا ولا بارسنا منا حقوق ما الأدام تمدر حوالي حابر وحقوق ما خلاص رمات قبي وأبوال باري قبي ولا انتهي وأطت بلعو قروب من قبي اليوم من قبي وخلاص لكن الله سبحانه وتعالى لبعثوا وروحنا وددبوكم سلمى بدير أبقى لنا وكم سلمى بدير أمتعنا الله سبحانه وتعالى بكون فيكون كل شيء اللي ديو قدر وحاره يعني حقول لك حمان بعث هلا قلنا وحساب هلا قلنا وجزاء هلا قلنا بأعمال لنا هنا حقو من قنت حقو من نموت حقو من قنت حقو قيامة أم بعث أمتي بأعمال لنا هنا حساب هلا قلنا وجزاء هلا قلنا وعقاب هلا قلنا وأورك بعمله ده ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أيوة إلا يعني واد حتى بعد حما بده ما لي تحدد القرآن سنة سنيت والحمد لله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يعني لا سيئات لو دو ولا كيد لو دو ولا مكرات لو دو ولا دفترهم ولا أعمالهم ولا صحيفتهم ولا سجل لنا يوم وبا مكرات وبا كيد وبا بلا الأبياء وبا ذنوب وبا معاصي لتنحك توثلت عن هديبا لأن رب العالمين أولي ذلم ولا حسنات لبديبا ولا أعمال لصالح ولا استغفار ولا توبة ولا تسبيح ولا قرآن ولا إحسان إلى الجار وإحسان إلى الوالدين وإحسان إلى الذرية وإحسان إلى خلق الله ودعوتنا رب العالمين وقرآن وذكر مسوى فجر وخير لبديبا ولا إلا أن هديبا لصحيفته الله سبحانه وتعالى بقر جازي وبالبعث اللي هلا بيلا يعني أميش قدام كفالة قبل كالي كفالة حياة لبل اللي موضوع خطيرته دي بكفر لعبته بالبعث اللي بعثي هلا قدام أميش كفالة قبل كالي خلاص أموت أنت هلا لبل هلا من قبل وببعث كالي قدامي حيه وكالي قدامي لقبل ويمدي للبل إنسان هلا من قبل اللي خطر بديبه ولا أهل العلم لبلو اللي بالبعث ليلة آمن معناها أركان بنا أركاننا إيمان أبو ليلة آمن لأنه أن نؤمن باليوم الآخر لا 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 بلعنا حتى من أتى لجانب من جوان باطل لنا يبعث واللي بلا يلأمن يعني معنا دي بخطورة حلا ورب العالمين بيلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم
وذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى لبنا زعم يعني دعوا بيلو يعني يهلا وكم سل قبي وكذا يعني كم سل اعتقدوا وكم سل فهموا وكم سل تخيل أقلهم وكم سل حسبوا اللهم لو كفار إن الله سبحانه وتعالى قل اللي بعثنا يكوني قل اللي هرسنا يكوني قل اللي عقلتنا يكوني كالي مرد. لكن رب العالمين جاوب يوم بيل يوم بلا وربي لا تبعثنا لا والله قل قلت قناطوتو وقلت حيوتو وارواحكم وتقباتكم تو وقلنا سألكم تو بلا وديكم وقلنا حزبكم تو واللي هندي برب العالمين يسيرتو وسائلتو انا الى حديوني لان الله رب العالمين امر لنا يو كن فيكون قبي. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه.